أنواع الناس جميعا أمام الله تعالى، التائب وغير التائب، فهم ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: أصحاب الشمال، وأصحاب اليمين، والسابقون السابقون، أولئك المقربون. طيب، ما هو الفرق بينهم؟ أصحاب الشمال هم الذين فعلوا محرمات كالربا أو الزنا أو الكذب، أو أنهم تركوا واجبات كالصلاة أو الحج أو بر الوالدين، ثم ماتوا وهم لم يتوبوا من ذلك. هؤلاء أصحاب الشمال. أصحاب اليمين هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، لكنهم يعني لم يجتهدوا بالمستحبات. أما السابقون فهم الذين تابوا من المحرمات وتركوا مكروهات، وعندما فعلوا الواجبات زادوا عليها فعل المستحبات كالسنن، الرواتب، وقيام الليل، والأذكار، والنوايا المستحبة التي ذكرناها في الحلقة، فصاروا من السابقين، لأن الجنة ليست على درجة واحدة. السؤال الآن: من أي المراتب تحب أن تكون أنت؟ أعيذك بالله أن تكون من أصحاب الشمال، وأحب أن تكون من أصحاب اليمين، لكني سأدعو لك بأن تصبح من السابقين. أسأل الله أن يوفقكم، وأن يشرح صدوركم، وأن يغفر ذنوبنا كلها، وأن يدخلنا وإياكم الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب.